الطقس. موبيليس، أينما كنتم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان فيه ارتفاع نوعا ما لدرجات الحرارة القصوى بالمناطق الغربية، 38 درجة كان كأعلى مقياس بغليزان و 47 درجة نعم فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري. حالة السماء لنهار اليوم نستهلها بصورة القمر الاصطناعي، توضح لنا الصفة الذي ميز نهار اليوم أغلب الولايات الشمالية للوطن. عاد تشكل بعض السحب العابرة بالنسبة للسواحل وحتى الولايات الداخلية. النشاط الرعدي سيكون في الموكان في الموعد بالنسبة لأقصى الجنوب الجزائري وصولا إلى مرتفعات الهجار والتاسيدي. غدا بحول الله أحوال الطقس المرتقبة حسب مصالح الأرصاد الجوية، ترتقب إذن الأجواء الصافية بالنسبة للمناطق الشمالية بعد تلاشي بعض الضباب الخفيف الذي سيكون في الموعد على الولايات الساحلية. الأجواء تبقى مغشاة بأقصى المناطق الشرقية لكن مرفوقة برعود، وخاصة بأقصى الجنوب الجزائري ومناطق الجنوب الغربي للوطن. خلال هذه الليلة والصباح حتى الغد درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 11 إلى 18 بشمال الوطن، لن تتعدى 27 بشمال الصحراء، 26 درجة بإليزي، تمنراست جانت، 31 بعين صالح، 29 درجة بأدرار، لتقارب 32 فيما يخص أقصى الجنوب. عن ظهيرة الغد إذن الحرارة القصوى ستبقى نوعا ما مرتفعة بالولايات الصحراوية مع تسجيل 47 درجة فيما يخص عين صالح، برج برجي مختار، عين قزام 46 درجة، بأدرار 41 فيما يخص تندوف 40 درجة، بولاية بشار 38 بغردية. تبقى أيضا مرتفعة بالولايات الشمالية مع تسجيل 38 كأعلى مقياس بغليزان، 30 بالجلفة، 34 بالبيض، 28 بقسنطينة سطيف العاصمة تيزي وزو، 26 بعنابة سكيكدة، 29 درجة بقلمة، لتقارب 33 درجة فيما يخص ولاية تلمسان. أما عن الملاحة والصيد البحري، نهار الغد البحر سيبقى قليل الاضطراب بالنسبة لكل السواحل، سرعة الرياح لتقارب 30 كيلومتر في الساعة. رياح ستأتينا وفق التيارات شرقية شمالية شرقية على السواحل الوسطى والغربية، لكن من غربية نعم إلى شمالية غربية على السواحل الشرقية. غدا بحول الله شروق الشمس لخص العاصمة وضوحها سيكون في حدود الساعة 5 صباحا 29 دقيقة. وعناوين مصلحة الأرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة وفي أمان الله. مع موبيليس اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس، أينما كنتم.